هذه تسمى التج الشعاع. ومن ما تأتي التج الشعاع؟ عندما يزداد الباطل على أهل الدين وعلى أولياء البيت. أنا ملبب شنو ملبب؟ أي مسترسق الألزام في البهجة. يا سلام عندي إيه حلو الكلام. يا سلام سنتكلم اليوم عن السلام. نقول بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدي رسول الله سيدي وجدي رسول الله وعلى آله الطيب الطاهرين. هذه تسمى التج الشعاع. ومن ما تأتي التج الشعاع؟ عندما يزداد الباطل على أهل الدين وعلى أولياء البيت تأتي التجشؤة، وهي من أعمال إبليس. هذه لا تخرج إلا من إبليس. أقول المفروض أنكم في منازلكم، عندما تكونوا في منازلكم آمنين مستأمنين، أنكم تريدون السلام. والسلام ما هو السلام مع أولياء الله ومع آل البيت؟ هو الاستسلام التام تام تام. مثلا أنك مثلا نضرب لكم مثل، رغم أننا لا شأن لنا ولا دخل لنا باليمن. السلام هو أن تسلم مأرب إلى أنصار الله، وتسلم الجنوب إلى أنصار الله، والبر والبحر إلى أنصار الله، ثم توقف العدوان. طبعا في البداية أي الطيران اللي بيخلينا احنا واحنا في ايران نهتز ونردقل، ما بالك باخواننا الذي في اليمن. ولكن الحمد لله الآن يطالبوننا بالسلام، والسلام إن شاء الله أن نكون في هذه الآونة الأخيرة سنكون مستسلمين آمنين مسلمين. ومعنا اتصال. الحمام وجع يبس. ها الو. الحمد لله فرج الله. الله لا وفقك يا مخرج. ألم أيوة، هذا البسباس يعطي الألم. نعم أنا أقول أتكلم عن السلام. سلام ولا ألم الله ينتقم منك يا مخرج. غلق في وجه هذا الرجل. شيلك. على العموم نحن نتكلم عن السلام، وهذا على المريض. لا أدري هل هو مريض أم معاق فكريا أم أنه لا يستطيع الكلام كما جاء في كتبنا. من قال وهو لا يعلم فقد دخل الجنة. يعجبني البكاء، عندما في البكاء العالم كله يستجيب معك، بس لا هو يحتاج، انت تحتاج دعم ولا تشوف ولا مخلوق. معنا اتصال. السلام عليكم يا سيدي. وعليكم السلام. كيف حالك؟ الله يسلمك ويعافيك. اول تشرح لنا السلام ما فهمنا شيء، ايش هو السلام؟ السلام يا هو الاستسلام لله ولرسوله ولآل البيت بدون شرط أو قيد.
يجب أن تستسلم وتسلم كل مالك وهالك وسالك لآل البيت، هذا هو السلام المطلوب. أما سلام آخر لن نقبل سلاما إلا بالاستسلام. ومعنا اتصال. ماو. هلا. ماو 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 ماو. يا مخرج. وا مخرج. ماو. لا يجوز. هذا ليش اتصال. عليكم ورحمة الله يا نواصب يا عيال ال شلقلك. والله عشنا وشفنا ان التلفونات قدي في ايدي القطط. هناك من يقول ان معنا اتصال. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. عندي سؤال. نعم. هل يجوز ان نضع يدنا في يد الكفار واليهود والنصارى؟ يجوز أن نضع أيدينا في أيدي اليهود والنصارى، نعم، ولكن الكفار لا. طيب كيف يعني في اليهود والنصارى والكفار لا؟ الكفار لا تضع يدك في أيدهم، ولكن اليهود والنصارى عادي، لأنهم الكفار. أتعلم من هم الكفار؟ أنت يمني صح؟ أنت يمني يا لغية؟ جاوب. أنا يمني يمني بس أنا مستغرب. خلاص أنا مصدوم من جوابك. الكفار اليهود والنصارى هم كفار أساسا؟ لا، الكفار هم أهل مارب. أوه. والكفار هم الشرعية يا أما اليهود والنصارى هم مساكين الله. هم يهود والنصارى لا عليهم لا في الطلعة ولا في النزلة. وكما قال المثل يا حجر جري 15، هذا بالمثل حقكم الآن. ونواصل الاتصال. ألو معنا اتصال. ألو مرحبا. ألو السلام عليكم. كيفك يا بي؟ شو أخبارك؟ حياكم الله. السلام عليكم. كيف صحتك؟ طمني عنك. من معك؟ جورج من لبنان. أهلا يا جورج، أنت أخي وأنا أخوك، ونحن من لبنان، كلنا إخوة. كلنا إخوان. كلنا اخوان. نعم بس بدي ولكن اسالك يعني سؤال بس ولكن بسيط يعني منه بيج ديل كثير يعني. نعم. هلا هو شو السلام بنظرك انت؟ يعني عم تحكي عن السلام والسلام والسلام بالنسبه لك يا اخي جورج. لازم نعمل هيك شو السلام؟ شو هو؟ شو هو؟ بتعرف شو هو؟ ان انا اعرف السؤال على السلام. بالنسبه لك يا اخي جورج واخي ديفيد، السلام معكم معروف انه السلام ان احنا كل واحد ياخذ يعني حقه وكل احد يحترم الثاني، لكن انا لا اتكلم عن السلام بشكل عام بين النصارى واليهود، ولكن انا اتكلم مع كفار اليمن. مارب والشرعيه، واقول السلام هو الاستسلام، واقول للسعوديه وغيرها لا سلام ولا استسلام. اليمن معروف السلام. انا اقول لكم السلام نظر، سلام تحيه، سلام سلام يا احباب يا اهلي يا اصحاب، هذا هو السلام. طب شو خصهم هن بالسلام هذول؟ من؟ ما سمعت قول الشاعر عندما قال سلم على احبابك واهلك واصحابك؟ من هذا؟ يعني على الحوثي واصحابه. ولكن السلام الذي تسالني عنه هو الاستسلام، لا يجوز ان أن يكون هناك سلام بدون استسلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة اليوم تقول سلم على حبابك. ونقول في الأخير صلوا على آل محمد. كمان مرة صلوا على آل محمد. يا سلام.